اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، طيبات مطيبات، صالحات مصلحات. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات وعن نواهيك منتهيات. اللهم اجعلهن بدينك عزيزات، اللهم اجعلهن بدينك عزيزات. اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن أو يضللن أو يضلل. اللهم اجعلهن في أمنك وأمانك وعافيتك وإحسانك. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوههن حياء. اللهم إنهن أتين إلى بيت من بيوتك خاشعات منكسرات تائبات تائبات. اللهم اكتبهن عندك من المقبولات وتب على التائبات وقبل صيامهن وقيامهن ودعاءهن وصدقاتهن. اللهم اجعلهن سعيدات مسرورات فرحات مبتهجات. اشرح صدورهن ويسر أمورهن وأزل همومهن وغمومهن. اللهم اجعلهن لكتابك من التاليات ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مقتديات. اللهم احفظهن من أن يصيبهم عذابك، اللهم احفظهن من أن يحل عليهم عقابك. اللهم إنهن تحجبن طاعة لك ولرسولك حجابا تحفظ به نفسها وتصرف به أعين الناس عنها. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار، اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار. اللهم كما تسترن فاسترهن فوق الأرض واسترهن تحت الأرض واسترهن يوم العرض. اللهم يا حي يا قيوم اجمعهن بزوجات حبيبك الطاهرات أمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم. اللهم حصنهن بالستر والزواج والعفاف. اللهم يسر لبنات المسلمين وللأرامل والمطلقات أزواجا صالحين. اللهم يسر لهن أزواجا صالحين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب